بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بأن آيات بقول أفرت إيه سيدين إلى آيات بقول لحدا إيه الله وصورة النساء آيات أوريس دم بيس وحياة ما يفعل الله بعذاب إلهي عذاب فينا مكفا إن شكرتم حداد ألكو شكردان أذ موحدين نقطان وآمنتم آتكم ميسان وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله ألا مجعل الجهر كل واقدة بالسوء حمان الغرد واقف جهر قاسم من القول هذا إلا من قف مويه ظلم للظلمي وكان الله ألا وحوه هذا سميعا كيم غلا عليما عبد إن تبدو خيرا خير هداد موجسان قول إيه فعل بخير هداد موجسان أو تخفوه خير كلفتيسة أدقرسان أو تعفوه أتسامحدان عن سوء حمال إذن كسامي فإن الله اللي كان وحوه هذا عفوه كي سامح يسأل لفتيس قديرا وحوه البأوذن مركو ألا سامح أودنا وليه ودون سامحين بوهي الكرا باشا وحال ليه هذا الحن إن قول إلا غدا وقال ما أقول إلا من ظلمه qof kala dulmiyay waxa way dadkii inaad iska aflagaadeyso wuxuu nahay in aad saarto ma laakiin qofkii la dulmiyay uu hadli kara xabaarka xaq xabaarka u badan tahay qofka xaqiisa kaba ilaah xaqiiqa isii wadi daawada markuu geeyay ninkan xoolihii iga xaday way iga qaatay waad ku dhigi waxa wuxuu yahay baad ku dhigi oo dheeri ahayn ilaah xaqiiqa iga soo celi markaad xabaari lahayd ilaah xaqiiqa iga soo celi ilaahuna kala dhexda ilaahu wuxuu mutay kula macaamalo yaadi laakiin ilaahu waxa kugu ridiimay dadkan aflagaadada iskaga bilaabi mays qofkii aan ku dulmeen kala dumay laftiisa duu cafiyan oo sii fiican tahay la yuhibbullahu alla ma jeela aljahra kor uqaad la jahri bisu xumaanta la jahra oo min qawli hadala illa man dulima qofka la dulmeen mooyaa qofka la dulmiyay fuu xii dulmiyay uu ka wax sheegi karaa walaa igi buqatay way iga xaday way aflagaadeey sida loo yeelay wakaana allah walaa wuxuu aad samayn kii maqla aliman oo haddii kor u qaadani hadii kalaba allah baa idin og marka allah ku xisaabtamo inuu idin arko in tubdu hadaad muujisan khayr khayr qawl ya fi'l ba dad khayr muujisan aw tukhfu khayr ka laftiisa aad qarsataan oo hoos khayr ka ul samaysan oo dunyootaan أو تعفوات بإسكسها محلان عن سوء الحمال الذي كسمي أو كإذن دلمية أو كلا فإن الله ألا كان وحوء هذا عفوا كدافة عفية قديرا أو كلا إذن كلفتين ألا وإذن عفية عفيس كنا مركو قيمة دلية وحوية قفكم مركو أود إليها إنو فلية فعل كي أورتها مركو أود إليها عفيكم مركاس قيمة لي مركاس روحه أنا أود لهين صبر تاقوابا لينا إن الذين كوا يكفرون كالقالوبة بالله الله ورسوله كالقالوبة ويريدون الدونية أن يفرقوا إنه كالقادة بين الله الله ورسوله رسوشيس ويرادين الله نوافرمين إن رسوش نوابينين أما الله نوافرمين رسوش بركة نوافرمين إن بردنا كالقالوبين ويقولون يرين نؤمن وحان نفرمين ببعض قاربان نفرمين ونكفر ببعض قاربان كالقالوبين ويريدون الدونية أن يتخذوا إنه سميستان بين ذلك labada dhexdooda iimaanka iyo beeninta dhexdooda sabiilan wado oo iimaan iyo beenin midna ahayn qaybna waa beeninina qaybna waa rumaynina haddi iimaanka isku raaci maayaan walaayka kuwa noocaas ah hum iyagu alkaafiruna kaligood ba gaala xaqan dhabaan gaalka gaalada kuwa ugu hirsadeeyo way humta waxa la yiraahdaa damiru fasli ba layna allah wuxuu leeyahay كوا قالوا بيا الله كقالوا بيا الرسول شيسة دون يا الله يا الرسول شئني يا الرسول شئني كلا قادة وقارن فرمايا قارن بينيا وقارن وان بين قارن بالمثل موسى وكلا فرمين بيليهم هي توراة لبي الله محمد عيسى نوي بيننا يا كوا نوع عاسة تسيد عيالي أو ودقوني أو عصب إني سبيا ربا كواسي هذا بلود يا الجري إن الذين كوا يكفرون كقالوا به بالله ألا كقالوا به
ورسوله الرسول شيء سنة كجالبة ويريدون الدون أن يفرقوا إن كلاق هذا بين الله ألي ورسوله كلاق هذا والله نوان نخمين يرسل شقار كان رسول شقار كان نوان بين بيده ويقولون وحدهم نؤمن ببعض قيبا نخمين ونكفر ببعض قيبنا ونكجالبة ويريدون وحين الدون يعني أن يتخذوا إن كسم أيام بين ذلك لبضع دحضانه رومين تيبين تدحض سبيلا وضع أن بينين يرومين مدن أهين إن كسم أيام أولئك كوا النعاس وكا خبرك إن خبرك هذين هم كل يقول بالكافرون حقا ربهان يقال قال ربهوين واعتدنا يعني قيبتي أي رومين وحبو طرمي سوين واعتدنا وان الضيار قريني وان أقلت لقل للكافرين قال عذابا عذاب مهينا أدليه marka iyo diintii dulaysteen oo yahaneysteen bo Allah cadaab ku yahaneenaya waladina kuwa aamano rumay billahi Allah rumay wa rasuulihi rasuulshiisa rumay walam yafarriqu an kala qaadin bayna ahadin ahad oo minhum iyo kamidhum midna gooni u soo cin walaika kuwa nu'asa sawfa yu'tihim Allah wasiin doona ujurhum ajriyakooda wa kana Allahu Allahu ahad ghafuran kayda farahiman wal haris kuwi hore didkood weeye quraanku waa mathal oo soo dhigdhigmaa kuwa mu'miniinta oo aliyay rusul jarumeeyay oo mid gooni u shaqeynin rusulshii hore iyo kuwa dambaba rumeeyay oo kulligood wada rumeeyay ilaah ajrigoodi oo kaamil u siinaya ilaahna allahna waxa lagu yaqaan qafuur raxiiman yahay oo cidii hoggaansantay dambi kastaba halaatay allah waa dambi dhaafay subhanahu wa ta'ala والذين كوا آمنوا رمي بالله الله ورسوله رسول شيء رمي ولم يفرقوا عن كلا قادن بين أحد أحد أو منهم رسول كمذا أن ألا جون أقادن أولئك كوا سوف يتيهم الله وصين مردم به سوف التصويب الإله وقتك وما كلا هرعي استجع بس مية لكن إنك مرك إلا أجو ده وقتك وما كلا دبايا وكان الله الله هو هذا غفورا كيد لا فرحيما حريصا يسألك نبي الله محمد ويكوي دينين أهل الكتاب ذاتك أهل الكتاب أن تنزل إن أتكسوا الدجيس عليهم تشوضا كتابا كتاب من السماء سماء كتاب وضع على سيد التوريخ وكله فقد سألوا ويكوي دين موسى موسى أكبر وحكا كوين من ذلك كتاب نسوا الدجي وحكا كوين يمسوا دين وفقالوا حيدهم أرنوا الله جهرة الله سعدان النطس وأخذتهم الصاعقة شعبا كل عذاب بظلمهم بسبب ظلمهم وهيدا محمد أنت صمدت هكتو كتاب شيعية وحنا ضوضت إنه فيها مركلية كوسو الدجا سيد التوراة دي مركلية أسو الدكتي سيد أي البيرة الله وحيري وعبد هذا نين كوا هذا جي سن وحكوين وحا يمسوي دين وحيري لا إن تصبينه أرنا الله جهرة markuu duuri sheeratay geedkii tagay oo ilaahay oo nabiga ee muuso allah la maqleen bay leeyeen war allah la maqasiyo deena la hadalsiyo allah na tus bay ku yiraahdeen saaciqadii ba meeshii go joog ku dhaacday way goon waati nabiga ilaahay muuse yiri ilaahay yow hanoo baabeen bima faala sufaha minna wala shoono leeyey markaa wa kullu shoono leey suratul baqara yasaluka wa hayku waydiin nabi allah أهل الكتاب هو أهل الكتاب كيهودا أن تنزل إنات كد جس عليهم تصورا كتاب كتاب من السماء السماء كتاب أنو أقرنه ووحنا تيجي إنه فيها أنو قرنه أركان بيدهن سيد توراة وكله لا توراة نبي الله موسى مركلي الله كانه فقد سألوا بو ألا ليه وعم هضنين كوا بو ألا ليه فقد سألوا وي ويديين موسى موسى أكبر وحكوين من ذلك كا أم حيرهن فقالوا حين أرنا الله ألا نتص جهرة سعدان النطس فأخذته محاقبتي الصاعقة الشعب أما هنغر وحلو يقانا يأكل عي بلا يأكل عي بظلمهم بسبب ظلمهم وإبابئين هذا النبي مسؤول سنو لي ثم اتخذوا العجل الدبقي وحي كسما يستين من بعد ما جاءتهم البينات وجوين كي عبد عبد انت إيمادين يا إله كاردكتين اتخذوا مفعول كذين لبعد وقوانيهين اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات حجونكم إن أنتي أجمادين فعفونا وانكسامحني عن ذلك أرنتا وانكسامحني واتينا وانصيني
موسى سلطانا حجوم مبينا وعاد مركي أي كسوة وحي حجوي فربنا بقى وحي أركان مصر مركي تشوجين يحجوي فربنا يمعجزات ربنا يي أركان بدي مركي فرعون كقر خنا يبدي إنت الله كلا شيء أي سينا يسوع جدبين باي أركان أقول في مصر كي مادين مركي يمشي مادين بقول السنة معابد يمشي وبي مادين يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بي سيدا قولوا أنه إله يؤوليهين لكن إله يبنوا السمين إنكم قوم تجهلوا إنكم كنتم تجهلوا جاهل وآج كجاهل ليه إنسان بكير هذا نوى كسو السعودين مركو الضير ماشي اللوغو بلنقضة أوكعي يو موسى سامري يا حليدي أي وتيري قبدي ذا كلي مادين انتو دلالي اشكو دلالي ديبوا كيسيي يولي هذا إلهكم وإله موسى فالنصيح وكان إلهي إله موسى موسى ويلو إله داي دغيسي يكون مقيه هارون بو كغه تغي سوماها هارون بركا ولا يرهدلي لكن كما اين ييلين وكاي ديبغه خطرده كودل قبتين مرك خوخ مركو يلاهد ايغون خوخ لا يلاهد نبي الله موسى مركو يمد وها لوش ان قد فتنا قومك بالغوي من بعدك وضلهم مسامرين مركا وربا لو شيغ سوماها marku isaga looxdi wato u hamhamadi maqlay yidha hada sawtul fitna looxdi bu tuura walaalki bu gadiye laba gaani su qabsay yabna umma la taakhud bil hiti wala bil rasibul marka uu u cudurdaato waxan ka yaabay guuri qayb ifhaaca waan heli lahayn an taqula farqta bayna bani israayil an ka yaabay guuri oo haas ku dubnaade waan daayay muusa saamir buuri warwa ku sida adiga marka suu yidde waxayna ogeyn baan ogintaan qabdu farqta rasuul ka qabtay yaan dibiga u sameeyay markaas uu yiri anta qoola la misaas iqaabtiisa ay noqotay waa inaa tiraahdo iqaabtiisi taabasho ma jirto oo qandan disalo taabto u bukoon waka uu ordaya markaa dibiga risaalsa u sameysteen iyagu reer bani israayil wax walba soo arkay allah wuxuu leeyahay faqalu wahayna arina allah jahra faqadhu musaa'iqatu bil thumma takhadhu al ijla dibigii bay samaysteen ilaahan bay ka samaysteen mufciilka waad baa go'an in baad ma jaaato bil bayinaat xujooyinka aad aad inta u yimaadeen faafawna wa ka saamaxna aan dalika iyagoo dibigii ilaah ka dhigto caabuday wa ka saamaxnay wa tiina wa siina muusa sultaan al xujum binuna aad laakiin saamaxadii waxay noqotay tubu ila bariikum allahu tafaqtu anfusakum bal islaaya kuwi aad dibiga caabudin ya kuwi dibiga caabuday ku bilaabay waxay qisooyinku sheegayaan waxba daday ay isarkayna isayna qaraabada sufan ila todobaadku kuma tawadooda isaasay noqotay aya tawada isaasay inaga la ilaha illallah muhammadur rasuulullah kaliya weey ilaahu ka noqday alxamdulillah warrafa'na wa koryeelay fawqahum tushooda abdur burci weynayd baan dul yeelay bi miisaaqihim bi sabab naqdi miisaaqihim qaadashada balantooda ay buriyeen ila tawreed qaatalay markaasay diideen inta la dul qabtay baa leey qaata tawreed qabsada baa lagu yidhi inta la dul qabtay waqulna allah subhanahu kunni udkhulul baba baabka ka gala baytul qudus sujudan idinkoo sujuutan oo foorora idinkoo wajiga dhulka ku haya ma aha idinkoo foorora oo waqulu hiddatun dahalay hiddatun dah ila dambiga naga dhaar waqulna allah subhanahu kunni la ta'du fi sabti sabti dha ku xad gudbina sabtu waxay u ahayd maalin la xurmeeyo oo ina shaqaysan ku xad gudbina waxaadna waan ka qaadnay min maxkooda misaaq bal qaliida marka buursa la tul saaray tawreed qaatal idna tagna aljabala sidaas loo dul saar oo tawreed qaat marka intay saa u dhaceen oo ka yaabay saa u dhawreen baa leeyin inuu ku soo dhacay ka yaabay marka hadda yahuudu waxay ku alabaryadaan intay saa madaxa dhulka u dhigan bay kor dhawra marka waa laga aqbalay iyo waa laga dulqaaday Soomaa sidaas ay ahay markii magaalada albaabka ka galaalay dhinac kale ka soo galay idinkoo foorar galaalay iyagoo dabada ku sii qibay galay xiddatun markii la yiri ilaahu dambiga naga dhaaf xiddatu fi sa'iratin bayna waxa la wixii la yiri oo dhan way diideen yahuudi allah wuxuu leeyahay warfacna waan dul qabanay fawqahum tushooda adduura buurtii weynay بميثاقهم بسبب ميثاقهم بأخذ ميثاقهم بلنتي إني قادن درتين يبلنتي أي بريين وقلنا لهم حنكون ندخل الباب الباب كجلا
الباب كبيت المقدس سجدا إذن كان ركوع سجودنا هو صفارة وجه إذن كان كسر عظمها وقلنا الله محامكن لي لا تعدو هكو حد قد بنا أما حد قد بنا في السبت السبت ذا أو أغارس قل يكلون كأقفصان إنسان إسكداية قلنا دي السبت ذا كو حد قد بنا كونوا قدادة قاسيين بالي وأخذنا وانك قادنا منهم ريبا إسرائيل ميثاقا بلا غليدا وآذك قصة المحالي نغسوا بني يا شيخ وحاوي قرآن مشرك العرب كسوا الدقي أهل كتاب كسوا الدقي ما أصدا هذا الكلام إنا هاللهيو إنا قال إنا شيء جاي هذا الأمر قادم ويدان أو شرع إذا كردق من ويدان عقابته سيدين تالون يهودي كلمة قال لماذا أبتر معها ووحنا سمعنا فبما نقضي بربرين تو هذا السبب تهذا ميثاقهم بلنتي أي بربرية يو كفرهم قال لماذا هذا بآيات الله إله إديس أي تقالوا به يو قتلهم لين تو هذا الأنبياء أنبياء بغير حق قدر كل آية يقولهم قول كود قلوبنا قلب جي قلف والضباليها إيراهن ما الضبالي بل ضبع الله الله با ضبالي عليها دشادة بكفر بسبب كفرهم يعني لعنهم ويمعنه لعنه بعض واحد كوت علقي لعنه ملك لا آي لعنهم أتوسا ملك القرآن كذكر مركب بما ما دوا إسك زيادة اللي إلى القرآن كزيادة ملها وإسك توكيده بعض ما دوا يقشع marka inta ay yeelan sababteeda yaan u lacnad nabu allee fa bima naqdihim burburintooda miisaaqahum ballankoodi ay burburiye iyo wa kufrihim gaalnimadooda bi ayati illahi ay ka gaaloobeen iyo wa qatlihim laayntooda alambiya anbiyaada ay laayeen bixir haqi gardarra ku dileen iyo wa qawluhum qalbi qawlkoodi أيديهم قلوبنا قلبيالك قفل ويدبولينهم يعني لعنهم ولعن نبيه ولعن دبهم بل سداء أشياء يعني قلب جيدا دبولنا علم النجيل مهيلهم بل دبع الله الله ومدبعيه الدبولين عليها قلوبتي بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا سببت هذا فلا يؤمنون خمين مايان إلا قليلا إن يرمون يعني إلا إيمانا قليلا وحير بيرمين يعني إيمان قليل كلا شيء جاي يج إيمان كود على شيء وحيات بيفهمينه قيبيات بيفهمين أما إلا قليلا ضد يرمو يوم الرمين يا سيد عبد الله بن بن السلامي زيد بن السعير إيوه رجع عن طبعا دنيا يا النبي قمر كوتشو جاي يا رمي ضد عن طبعا دنيا بعد رمي أو يهود مر رمين يا إلا قليلا إن يرمو يا وبكفرهم قال لماذا غادي يا كل عندنا ما يشاركوا عطفنتهم فبنا نقضي ميثاقهم وكفرهم وبكفرهم قال لماذا ذي هي وقولهم قول كادي على مريم مريم أي كو أبورتين بهتانا بين عديما نوال ويلاهذين من يوسف النجار ليلا يا كدال إلمه هو الثانية إنسان هو ولد زينا بيلاهذين هي وقولهم قول كادي أيرهين إن أنا قتلنا المسيح مسيح بان دلي عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وما قتلوه ألا مد لنبول وما سلبوه من أين الدلد لنبول ولكن شبه اللهم واللوغو إكريسية نبا اللوغو إكريسية نبي الله عيسى وحوشه بيت المقدس مركا نكي مركا دمشق حكومة وقال هذا يونان كالإله ويورو قال هذا تقريقا ليلة يونان هو بقرة ياتيوغي حواري دي سور نور يطمان هنا ويلاتيوغي نين يهودا الإسخريوط اللي يراه وضد في سجل جوكا أول بوسيس يعني النبي عيسى وحولي نوحات شري قالوا بدونه حواردة إذا كمذا يهودا الإسخريوط اللي يراه يا بقر كدي مش خشوا قوتهم وحولي نن كافدني الشعب كي يا مش خشوا عيسى اللي يراه وصادره نبو صادره وحولي نكا أنت هاد أركتان أو إلى ليسان سودي لا بوكيل ويوي مادين يهودا إسخريوط مركل بس يود بالينك اللي بوش بهاي قصوي كقاركود وحي شيء جيا مركو أجاد النبي الله عيسى إنه هرريون يدل شو قال يودي يا ما شيء دي استعجى وشوف جيجي لسارة دين قال ليه رأي ده أنا هذا هو ديار صحيح صدق قار مركو فريسيين يمرك جيدي عادي قال ليه واه هل كيف يسوي تال ما يقول كيف بدي أقوله يا نبي عيسى أنت قول كده على جفره يا كرلا قاري
qolada xawaaridina way arkayeen in nabiga la kor yeeli way arkayeen yarkii oo meeshii jooga oo nabii ciise u eeg iyo meeshii ku dileen qisooyinka qaar kood saasi leh qisooyin kale oo xileeyeen oo ku xog badan kuwa ninkii qoladan hoggaaminayay yahuuda al-isqariyudi ee markii hore la xawaarida kamid aha yaa u soo galay markaas uu ilaahu shibhigeeyga ku ekeysii buud meeshii isagoo taagan ba yimaadeen nabii ciise la kor yeeli markaas ay dileen markay dilaya way ka shakisan yihiin war haduu kanu saaxiibkeen yahay aan dilay ciise aw haduu sa kanu ciise yahay aan dilay saaxiibkeen xaq u qabtay ninkaasa la hooyay allah wuxuu leeyahay wa qawlihim qawlkoodiha waxa loo lacnadaa bi kufrihim gaalnimadoodi wa qawlihim ala maryama maryama ay ku dul abuurteen buutaanan been adiman weyn waa saaliyad bay leeyeen ya maryam abaha iyo hooyada dad xuma ahayn xageed waxan kala timid bay ilaahdeen war bal wiilka allah hadlay ku tii أنا عبد الله وكان يربان الله اللي نابينه هنا يوسف النجار با أوريه يوكسين يستبينه هنا يو قولهم هذا القوذب الله الله عنه أي جناهدين إن أنا وقتل المسيح مسيح والد اللي عيسى بن مريم أها رسول الله أها رسول الله إذا أيه وجزيس بأوليهم وما قتلوه ما آني الدلين وما سلبوه من الدلدلين بغرتي وحصو أمره ملكة الدشان مدحة qodax ka saara ninkii ay dileen bay madaxa qodax ka saareen walaakin shubbiha lahum wa loo ekeysiye nin kale loogu ekeysiye hada markay ciidiisa qabanayaan 25 ka bisha ugu dambeysamay ahay khamri bay abdi waligiisi bay kulayeen kibisna waa la cunay waa hilibkiisi bay kulayeen oo way barakeysanaya allahu akbar wa innal ladina kuwa ikhtalafu isku khilaafay fihi fi ciisa fi qatl ciisa la fi shaki bay kaga sugan yihiin inuu ciise kaga sugan yihiin oo ninkan ay dileen inuu ciise yahay yey shakiyeen markaa horaba war haduu de ninkan uu ninkeenii yahay yahuuda isqariyoodi ama ciise ma guriga ka helo haduu sakan aan dilay ciise yahay aw saaxibkani shaki ba markaa horaba ku jira ma hubaan allah wuxuu leeyahay innal ladina kuwa ikhtalafu isku khilaafay fihi ciise la fi shaki bay ku sugan yihiin inuu ciise xaqiiso ma oga ما لهم وما سنان به عيسى من علم وحجان نكا يدلين إلا تبع عضلني ما الأول المويان ما الأسرع المويان ما هو بانو إنه نكا نجع عيسى ويرجيه ويرمى لنا هذا نسك بقى كتير وروه دي صاحب كان بيلي وما قتلوه ما يندلين يقينا هو بعد ما يدلين معناه وحلوه شيء ذا مرك يدلين ما هو بنين عيسى يبلوه شيء ذا ما قتلوه ما يندلين يقينا يجوا هو بين عيسى هي مدلي يجوا شخص ما يدلين مركب ما يندل وما قتلوه لبر رفعه الله ظهر كهري كحلان ثاني وما قتلوه ما يندل وما سلوه بل رفعه الله الله كريا إليه حق يسوع كريا ما الأل أجي هاي وحق يسوع والله كريا لك حق السمدة لقي وكان الله الله هو هذا عزيزا كي غالب حكيما أو فلسا أو صدو دون وحول بأم عمولي nabiy ilaah isa gaaladii kalama dhaxbixi karaan alla kama qaadan karaan way bal inay dilaan daayi rafa'ahu allah allah koryal ilayhi ila hajis wa kana allah allah wahada azizan ki qalib hakima falsa wa in min ahli alkitab ahli kitabka kamid maha ahad illa u kamid yasha la yu'mina naw rumin bihi ciise qabla mawti dimashadiisa kohor yawm alqiyamati yawm alqiyamahana yakunu wuhu ahana عيسى عليهم تشو شيدا كيكو مرخاتك عا مرك الله بتفسير ما ماشى قبل موته ضمير كان ماشى اللون علين يا معناها كلا بدل أهل الكتاب كسوء جراي عيسى ورفمين قبل موته قبل موت عيسى انت عن عيسى لمنين يو أهل الكتاب كسوء جراي يورفمين مرك الصوب حد ويه هو ضفمين يا قلنا الضمير كم حيوني قبل موته قبل موت الكتاب kitab kun intuuna dhiman qofka soo eelo kitab intuuna dhiman ciisa wurmay taasi u badan yahay taasina wax weyn qofka soo eelo kitab markuu dhimanayo ee malaa'iktu ku soo hadirso ciisa markaas uu rumayno garan markaas uu garan way taasa ugu roon sida culimadu dhow kitab aan ka soo fiiriyay way min ahli alkitab ahli kitab majiro ahadun ahad kamid min ahli alkitab ahli kitab ahadun kamid maaha illa u kamid yahay tal yu'minanna wa rumayn bihi ciisa قبل موته موت أهل الكتاب كان أهل الكتاب كأ إن تانور لمن عيسى ورمين
قف كسؤال كتابه مركي نفسه هيشو عيسى والرومين ويوم القيامة قيامة يوم كي سنة يكون وحان عيسى عليهم تشهد الشهيدة كي كمر خاتك هذا مركا موسى عيسى الله كوريا لي قبل موتي قبل موتي أهل كتابه مركا عيسى الله كوريا لي صدح قولين نقضة قولوا حي لهذين وإلهي وإن قتلي قل ينو حي له وإن إلهي وأبيه أكعي قل نو حي لهن وعبد الله ورسوله بيدي قل يهو وإن إلهي لأبا وإلهي له وحككوا بي عيسى اللاهود الناسود يعني قيب بني آدم نماء عيسى ككوا بي قيب إله نماء قيب بني آدم نماء ذهد بعد لمطي قيب تكالوا وإن قتلت وفكرة آدو حموي وإن من أهل الكتاب أهل الكتاب مجر أحد إلا ليؤمن به به عيسى والرمين قبل موته دمشدي سكهر أهل الكتاب قد دمشدي سكهر قف كسوء الكتاب مركو دمانا إما لا إكسو تماده والرمين ويوم القيامة قيامة سيكون عليهم شهيدا فبظلم بسبب ظلم ظلم سببتي ومن الذي يكون كأهلها دو يهودوبي يعني حرمنا أغا حرام يالي عليهم تسوضا طيبات طيبات وحل اللوح حلالي لهم إسادة لهم إياها وبسدهم كجيت شقودا يا اللوغة حرامي يا عن سبيل الله كجيت شانا كثيرا نبانا أنكو عليهم بسدهم كجيتين تودا عن سبيل الله ألا ودديسا كثيرا نبانا كجيتين سد مركو مساركيش سدودا نغضا وجيتسي سد مركو مساركيش سد نغضانا وجيتين وي ظلم أي سمايين كوى يهودا يا وحيا بضن أو لقى حرا وحيا بضن وطيب هذا يا لقى حرام وحلقى حرامي هيلب كا وحلقى حرامي هيلب حيدا كوي على في سدا ساتي كذا سورة الأنعام يا لقى حرامي يبغوا حيدا هذين إسرائيل بس نجح حرامي يبيره أبا نجح حرامي وبنتين بالين كل طعام كان حلال لبني إسرائيل إذن كتن عقاب لين كحرامي يبون فبظلم ظلم سببتي ومن الذين كوي كأهاري هادو يهودوبي يعني حرمنا أغا حرام يلي عليهم تسوضا ضيبات وحونا هالسن وحلالة وفعان ونظيف كواس أحل لهم لو حلالي واجهوري إيوه وبسدهم كجيدين تودا عن سبيل الله ألا وديت كجيدين كثيرا إبدا إيوه وأخذهم قادة شضوضا الربا الربا إقاتين والحال قد نهول لغن نهيي عنه سبدا لغن نهيي iyo akhriin cunid dooda amwaalana sidad xuliisa ay cuneen bilbaadil baadil ku cuneen way akhdihi murriba dulmiga ay sameeyeen kowde dadkii ay ka jeediyeen sibada ay cuneen ee laga nahayay iyo dadkii xuliisa ay cuneen baadil iyo bilaashi boolinimo ku cuneen sidaas aa looga xaraamay qayibaad fara badan qof kasto oo wax ku kaca oo dhibaato ku kaca oo dulmi ku kaca wax badan oo heli laha yuwaaya way fa bidhul min min alladina hadu haramna alayhim tayyibatin illa lahum wa bisaddihim kajeedintooda an sabilillahi kaseera yuwa akhdihim qada shadooda arriba ribada ay qaateen wal hal qadnuhu laga nahayay iyaga anu an riba laga nahayay yuwa aklihim cunidooda amwaalana sadadka xuliisa ay cunay bil baadil bilaashi boola ay ku cunay wa atadna waxaan u diyaar gareeyay lil kaafireena gaalada ومنهم كوا هادين تأكمل اليهود عذاب العذاب أليما مؤلما حنوشيا لكن الراسخون كوا كحيل دارا في العلم علمه ومنهم يهود كمدة هي والمؤمنون مؤمنون تو يؤمنون ويفرمين يا بما أنزل إليك أدل الوجود جي يوما أنزل الوجود جي أنزل الذي من قبلك ورثا والمقيم الصلاة إرادتي ولا كلام بدل إعرابتي الراسخون سو مجدنا الدول المقيمون إن لي لهذا الوقعة فيها هاي مركو المقيمين الصلاة عليه علماء وحي لهذين ومسألة جوني وتعالوا أمدح المقيمين الصلاة مركو جوني بيقول تعالوا وين وحن أمانة يا فعل محذوفة يلقون نسبة وحن أمانة كوا الصلاة أو جون أنا قم مركو خبر كأن سكان دبلسية لكن الراسخون كوا كحيل دير هذا في العلم علمك أو منهم كمدة يو المؤمنون مؤمنون تبا يؤمنون ويثمينيا بما كيبا يثمينيا نزيل الودج إليك عقاد يوما كيبا نزيل الذي من قبلك ورسا
وأمدحه وحن أمان المقيمين الصلاة صلاة كوة أوجة والمؤتون كوة بحية الزكاة زكاة بحية إيه والمؤمنون كوة رمي بالله على واليوم الآخر أولئك سيدة هذا وقف كأولئك أيها هل كيف ركوع فيها لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بالله والمؤمنون والمؤتون زكاة زكاة كوة بحية ويرمينا يعني هل كيف ركوع فيها وقف كمرك الله هل كيف ركوع فيه الراسخون في العلم يا والمؤمنون يؤمنون والمتون الزكاة زكاة كوة بحيانا ويرميسينهم يا والمؤمنون كوة رمي بالله على واليوم الآخر هل كان سوقف كان لك أرغب السيدة عن إعراب لها وحي أهل والمتون الزكاة زكاة كوة بحيا يا والمؤمنون كوة رمي بالله على يا واليوم الآخر أولئك كوة نوع عاصة سنوتيهم ونصينينا أجلاً أجل عليماً وين مرك إعراب تاسونا لبو حيكو كاني والمتونة زكاة كلية يؤجله خاص كل نغل هذه سيدة الله خبره مرك السيدة هراء أن كده إنه آه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة بالله أمانا والمتونة زكاتنا زكاتنا كوة زكاة بحنا ويفمينا والمؤمنون كوة رميين ويفمينا وحل قوسه جيد بالله واليوم الأخير انت كده marka ulaayka gabi ahantood u wada cil marka hadii ulaayka tan dambe laga khabro kuwan dambe baa ajriga yeelan ulaayka waxa la soo sheegay oo dhan sanutiihim waanu siin buuda alle ajran ajra adiiman oo weyn baanu siin buuda wallahi subhanahu wa ta'ala